هو ده هو ده هو ده ازيك يا عمار؟ انا وزير الدين شوريت محمد كان عندي فكره مرتب صاحب ابن صاحب المحل عشان قادر ان انا اخد لي مني قرشين وكده، والفكره دي عندي من فتره. جاء لحد ما جاء الوقت المناسب، كان يوم حد وابن صاحب المحل كان عايزني اخده اخرجه في الصحوه، واتصلت بصاحبي وعرضت عليه الفكره انه وقت مناسب وكده، ورحب جدا بالفكره وقال لي خلاص ماشي. اتصل بي ابن صاحب المحل، فعلا اتحركت ورحت قابلته وخدته من المكان اللي هو فيه لحد ركبنا تاكسي، خدنا رحنا شبرا الخيمه. من شبرا الخيمه قابلت صاحبي هناك وتحركنا لحد بركه السابع، بعد كده خدنا ورحنا عند خالد. اسمي خالد العزب احمد، من بركه السابع، سنة 30 سنه. يوم الحد الساعه حوالي 9 ونص كده اتصل عليا فهمي، فقال لي انت فين يا خالد؟ انا جاي لسه جاي من الشغل. تمام؟ فقال لي طب ماشي انا جاي لك اهو. فجاه قعد هو واحد، فقال لي خلي الامانه دي عندك لحد يوم الخميس. تمام؟ فبقول له في ايه؟ ايه الولا ده؟ قال لي يا عم ده حقوق ناس مالكش دعوه، يوم الخميس هجاوبه منك. اسم فهم السيد فهم محمد السوي، جالي تاني يوم بتليفون صغير، اتصلنا بوالد عمار وقال لي ومحمد اللي قال لي قول له مطلوب 3 مليون جنيه حلاوه ابنك. فوالد عمار قال عاوز اسمع صوت ابني، فرحت سمعت صوت ابنه، وبعد كده محمد مشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا راجع عمار ابننا في اقل وقت، الحمد لله والشكر لله اولا ثم للسيد وزير الداخليه